قالت لي انت جبتني على اساس حكايه يعني ما تقنعت. قالت لي شنو حكايه السيد؟ انا سيد والله ما نعرفش عليه. يا باهي خلينا نفهم من عند نوره. يا نوره شنو حكايه السيد؟ والله يا سي علاء مشيت عملت دوره في البابور. يا نوره يا نوره نعم مشيت عملت دوره في البابور وفطرت وتعشيت. نقول لك حاجه سي علاء الحكايه هذه من ايه؟ بالشوكولاته من ماي. الحكايه هذه من ماي. تي مشيت مالا في ماي ولا حتى في جانف يا اخي؟ مشيت ولا مشيت؟ في افريل زاد ماهيش في ماي. اه باهي مش مشكله زدت شهير. مشيت مالا ايه مشيت.